طاقتك العامة هي في هذه الفترة؟ أنا أرى في هذا الكارت بأن الله موفقك في هذه الفترة في الحالة المادية. احتمال بأنك بدأت عمل جديد، أو بدأت مشروع جديد خاص بك، أو جاءت إليك من بدون سابق علم فرصة مالية كبيرة، جائزة يا نصيب، احتمال ورثة كنت منتظر، أن احتمال أنك كنت معطي مقرض أحد شخص ما مال وأعاده إليك. فأنت إذا الآن في طاقة مالية جيدة وتوفيق من عند الله. أنت أو أنك ترى بأن هذا الشخص مثل قطعة العملة، هو ثمين وغالي عندك كثيرا. احتمال لنرى. أنت ترى بأن هذا الحبيب متباعد عنك وهو فقط متواصل معك بالروح. أنت تراه في غاية الجمال أيضا، وفي غاية أنت تراه، احتمال أنك تراه متدين، إنسان متدين، إنسان خلوق، إنسان حكيم، لا يتكلم كثيرا، هادئ، متواصل بالروح معك. هذا الشخص قد حصلت خلافات في حياته، ربما كانت هذه الخلافات أو هذه المشاكل معك، ربما كانت في عائلته، أو ربما كانت مع أحد الأشخاص، ربما صار بينكما خلافات ومشاكل، وهذا الشخص الآن يشعر بالخسارة، خسارتك له وخسارته لك. هو يشعر بأنه هذه العلاقة قد تحطمت وكلاكما قد خسر هذه العلاقة. ليس هو وحيد لوحده، هو يحبك حب عقلاني ويحبك حب ناضج. هذا الشخص هو شخص واعي جدا ويحبك من كل قلبه وعقله أيضا، ويحبك بدون مقابل. هذا الشخص لا يريد أن يأخذ منك أي شيء. هذه هو احتمال بأنكما أنت وهذا الشخص متزوجين، احتمال بأنكما متزوجين، أو احتمال بأنكما في علاقة طويلة، وهذا الشخص احتمال بأنه يكون أم لأبنائك، أو زوجة أو زوج، أو حبيبة منذ زمن، أو حبيب. هذا الشخص يراك العالم كله وهو مكسور قلبه جدا. احتمال بأنكما كنتما، أنا نأخذ هذه، احتمال بأنكما كنتما في علاقة طويلة، وقد شعر هذا الشخص بأنك خنته، ذهبت إلى شخص آخر، بأن أحد الأشخاص قد دخل حياتك وسبب له جرح وكسرة قلب وخيانة، فهو احتمال بأنه يشعر بالخيانة. طاقتك لهذه القراءة، أنت في هذه الفترة لهذه القراءة الطاقة، أنت إنسان حقاني، تريد أن تحل الموضوع إذا كان هناك خلاف بين هذا الشخص، بينك وبين هذا الشخص، لأنك في هذه الفترة أنت قاطع معه بالكلام، لا تكلمه أبدا، ولكنك تريد أن تكون معه بشكل، تتكلم معه بشكل عقلي، من العقل إلى العقل، وتحاول أن تحل المشكلة بينكما، تحاول أن تعرض هذه المشكلة وتقول ما لك وما عليك. فأنت إنسان كما قلت حقاني، لا تريد، لا تحاول أن تكون، لا تحب أنصاف الحلول، تريد أن تضع حلا لهذه المشكلة بشكل جذري، لا تحب الأخذ والعطاء أو اللف والدوران، أنت إنسان صريح وواضح. طاقة الحبيب هو في غيظ وغضب، احتمال بأنه يكون قد هذا الشخص بأنه غضبان منك احتمال كبير، أو بأنه هناك في تواصل روحي بينكما. كما قلت هذه البطاقة تدل على أنه احتمال بأنه غيظ وغضب ومتباعد عنك في هذه الفترة، أو احتمال بأنه
يريد أن يحاول أن يعيد شعلة العلاقة بينكما، ويحاول أن يصلح الأمر أيضا من جديد. احتمال كبير بأنه يكون غضبان هذا الشخص، لكنه هذا الشخص يريد بداية جديدة معك. مشاعرك باتجاه الحبيب، ترى بأن هذا الحبيب منهمك بأعماله، مشغول عنك في من وقت طويل، لا يعطيك أي مشاعر في هذه الفترة. هو مهتم بنفسه وبنجاحاته وبأعماله، ربما يكون مع شخص آخر في هذه الفترة، ربما تكون طرف ثالث في هذه الفترة قد دخل بينكما، ربما من طرفك وربما من طرفه. هو يشعر هنا بكسرة القلب، هو يشعر من طرفه بأنك أنت من دخل علاقة ثلاثية، وأنت تشعر احتمال بأنك أنت الآن في علاقة ثلاثية ومهتم بأعمالك وبالشخص الذي معك، ربما تعملان مع بعضكما في نفس مكان العمل. مشاعر هذا الحبيب، هو يحبك لدرجة كبيرة، ليس إذا وصل الشخص لكسرة في القلب فهذا يعني بأن هذا الشخص كان يحبك لدرجة كبيرة وكان متعلق بك جدا جدا، وأنت قد حصل منك موقف ما قد حطم أو جرح قلب هذا الشخص، وهو يحبك جدا ويحاول أن يقدم، يريد أن يقدم لك عرضا من جديد، يريد أن يكون معك من جديد وتتصالحان وتتصفيان ويكون في بداية جديدة معك. هو مستعد للبداية الجديدة هذا الشخص، وهو مستعد لعلاقة ثابتة وراسخة معك. هو لا يريد هذا الشخص أن يتسلى، هو يحبك من كل قلبه. هو يراك بأنك إنسان حنون ولطيف ومتسامح، وأنت الإنسان الذي يحب أن يكون معه، أنت إنسان ناضج، ماديتك جيدة والحمد لله، أنت من يشعر معه بالاستقرار، بالحب، بالحنان، بالعطف. بالمناسبة هذه البطاقات برج العذراء، برج الدلو، برج الحوت، وبرج السرطان. إذن هذا ما هو يراك، هو يراك بأنك كنت حنون عليه، وربما كنت تساعده لهذا الشخص ماديا، ربما تشعر بقيمته في حياتك، تراه بأنه في حياتك مثل الذهب، وأنت تريد أن تكون معه، أنت تعرف قيمة هذا الشخص جيدا، وأنت تراه جدا مناسب، الشخص المناسب بالنسبة لك. أنت تحب أن تكون معه في علاقة ثابتة وراسخة في الزواج، لا تريد أن تتسلى مع هذا الشخص. هو يشعر معك هكذا، هو يشعر بأنه يريد أن يكون معك في علاقة ثابتة وراسخة ولا يريد أن يتسلى. نوايا هذا الحبيب لك، هو في هذه الفترة يريد أن يتواصل معك بالروح، ويريد أن يقف وقفة مع نفسه ويحاسب نفسه، ويريد أن يختار ويقرر على أمرين. هو ممكن أن يكون معروض عليه أمرين، هو في حالة اختيار وفي حالة حيرة من أمره، أيظل معك أم يرحل. هو لا يحاول أن يختار، يحاول أن يختار في هذه الفترة ولا يعرف ماذا يختار، ولكن متواصل هو جدا معك كما قلت في الروح، فهو منجذب لك بطريقة كبيرة. فهو هذا الكارت يقول لك بأن هناك انجذاب كبير بينك وبين هذا الحبيب، جاذبية كبيرة بينك وبين هذا الحبيب، وهناك إدمان، إدمان من طرفك أو من طرفه، ربما إدمان عاطفي أو ربما إدمان عمل من هذا الشخص. خطوته القادمة في هذه الفترة، هو يريد أن
لا يعبر لك عن مشاعره، هو يريد أن يبقى هكذا، يحاول إذا كنتما في مكان عمل هو يريد أن يتكلم معك بضمن مجال العمل، لا يريد أن يخرج إلى العواطف، يريد أن يكون معك عقلاني وعملي ولا يريد أن يعبر لك عن مشاعره أبدا أبدا في هذه الفترة. هو الآن يحاول أن يكون مبتعد لأنه كما قلت هو يحاول أن يكون في وقفة مع النفس لأخذ الاختيار. ربما هو ربما يكون في علاقة ثانية، في علاقة زواج أو في علاقة ثانية، ويظهر لي هنا بأنه في علاقة زواج. ربما كان هذا الشخص متزوج وهو يريد أن يأخذ الاختيار الصحيح، لا يريد أن يتسرع هذا الشخص. نتيجة هذه القراءة ستظل هكذا في هذه الفترة. أنت وهو ستنظران إلى مستقبلكما، هو سينظر إلى عمله ولمستقبله، وأنت ستنظر إلى عملك ولمستقبلك. لا أنكر بأن هذه الكروت جميعا تدل على أنه هناك جاذبية عالية بينك وبين هذا الشخص، كلاكما معجب بالآخر، كلاكما معجب بالآخر، ولكن هناك إدمان ما، احتمال بأنك أنت مدمن على هذا الشخص بشكل عاطفي مدمن، وشعر هذا الحبيب بأنك متعلق به جدا، لأنه هو شخص كما أرى هنا بأنه هو شخص حنون وعاطفي، وأنت تريد أن ت... أنت تريد أن تعبر له وتعطيه جميع العواطف والمشاعر التي موجود عندك، وهو شعر بأن هذا الأمر ممكن أن يكون قد أرهقه وأتعبه، ممكن أن يكون في علاقة أخرى، وهذا الأمر قد سبب له احتمال أن سبب له المشاكل، وهو يريد أن يبعدك عنه قليلا لكي تبعد عنه، لكي تفك التعلق، لكي تتخلى عنه، تبعد عنه وتكون بضمن المعقول. فإذا كنت هذه البطاقة تقول، فإذا كنت قد أخطأت بحق هذا الشخص، فحاول أن تصلح ما أخطأت معه به. حاول الاستفادة من أخطائك وقم بإصلاحها. وإذا كان هناك أسرار بداخلك، حاول أن تخفيها، حاول أن تكون غامض مثل هذا الكرت، حاول أن تكون غامض ولا تبوح بها لأحد، لأن هناك من يريد بك السوء، فانتبه في هذه الفترة. نصيحتك لهذه القراءة تقول: حاول أن تبدأ بداية جديدة، أن تعيش حياتك، أن تمرح، تفرح، تخرج مع أصدقائك. الحياة ليست متوقفة على شخص واحد، وإن كان هناك جاذبية وإن كان هناك حب، لا تتعلق بأحد وعيش حياتك. وإذا كنت تحب شخص، فأعطي لنفسك الفرصة من جديد، وأعطي لهذا الشخص بداية جديدة، فهو يستحق هذه البداية، لعل هذا الشخص يكون هو الإنسان الذي ستكمل معه حياتك. شكرا لكم مواليد القوس على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.